على الإطلاق على نملة في البلد، على نملة في البلد. قبل ما نتفرج على حجم الخسائر التي حدثت، كنت بقول في المقدمة أستاذ إبراهيم، ما احنا يعني داخلين على الحلقة، المقدمة اللي قلتها، كلما يزداد نجاح الأهلي تزداد ضراوة وهستيريا المقاومة، الهجوم اللي بيبقى هستيري خوفا من نجاح الأهلي. والله المشهد اللي بيحصل في الأهلي هو مشهد مصغر لما يحدث في مصر. يعني اتقال لك النجاح والبتاع وداخلين على الانتخابات وداخلين مش عارف ايه يا نهار ابيض، خلينا في الاهلي وقيسوا عليه. يعني ده بيكسب يا دي الخيبه، وبعدين هنعمل ايه؟ لا ده احنا نشوف بقى، نهاجم فلان ونهاجم فلان ونجيب لهم سيره عبد الله السعيد واحمد فتحي، ونجيب لهم سيره الالترس، ونجيب لهم سيره التنظيم، ونجيب سيره الخطيب، ونجيب سيره، لاني مش لاقيين حاجه يعملوها. يخشون خشية الموت من نجاح النادي الأهلي. وزي ما في فئة تقدر تشاور عليها بالنسبة للبلد، تقدر تشاور الفرد، أيضا في فئة تشاور عليها بالنسبة للنادي الأهلي. هم لما كنا بنقول إن الاختراق هو المأساة الحقيقية للنادي الأهلي وهو خلافنا الجوهري مع مجلس الإدارة السابق، ليس كلهم بالنسبة لنا كانوا أصدقاء، لو اعتبرونا ما زلنا أنا معتبرهم واعتز بصداقتهم، ولكن اختلافنا إنه مش عايزين يتنبهوا إلى خطورة هذا الموقف. ولما كنت بقعد معاهم كنت بشرح لهم يا جماعة الناس دي بتأيدكم أنتوا عشان تمرر من خلالكم السم اللي بيضربوه في النادي الأهلي، لكن بمجرد المشهد ده متغير هتجدهم انقلبوا على النادي الأهلي. وهذا هو ما حدث بالظبط، ونفس المجموعة نفس الإعلام الكاره للأهلي بيطلم عليهم بقى إيه بعض المجاريح الصغيرين، واحد أو اتنين من ضحايا، ها إن المشهد ما كملش زي ما هم عايزين. الوضع ده لازم نتنبه له في النادي الأهلي جدا، أن هناك عملية تشويه لكل ما يحدث في النادي الأهلي، وكل ما ينجح النادي الأهلي هيكلموك في حاجة تانية، هيخلقوا لك نقطة تانية، براعة منقطعة النظير، ماسونية بحذافيرها، مدرسة ماسونية بحذافيرها، وكأن كله اتعلم في العشر سنين دول وقروا يعني ايه المهابرة، ويعني ايه الالحاح في الكد، ويعني ايه تكلمني اسمك ايه اقول لك 85 كيلو، يعني ايه اتوهك، يعني ايه اشغلك، يعني ايه اخسرك، تفضل تصرف وتنشغل بيهم. عشان كده كتير بنتكلم انا وانت نرد ولا ما نردش، طب نجيبهم بالاسماء، ده احنا لو عايزين نجيبهم بالاسماء لا نجيبهم وعندنا ما نقوله تماما، لكن احنا لا هنضيع وقتنا معاهم، لاني اخشى ما اخشاه اجد نفسي بصرف زيهم يستدرجوني للاسلوب ده. ده احنا حريصين ان احنا نعمل اعلام له طعم ومعنى وموضوعي وضوابطه، قلنا خلافنا مع المكتوب وليس مع الكاتب، ولكن عندما يكون المكتوب دائما هو إفراز فلسفة الكاتب، لا خلافنا المرة دي مع الكاتب والمكتوب، لكن لم تكتب يوما كلمة خير في النادي الأهلي، لم تكتب يوما في موضوع غير النادي الأهلي. مش معقولة، مش معقولة ان انتوا وانتم منتمين لكرة في او اتحدتوا في كرة الأهلي، هو شغلتكم وحرفتكم النادي الأهلي، صفحاتكم من اول اصحاب الاصدارات لحد حضراتكم مشغولين ازاي نشوه النادي الاهلي. وعلى فكره حاجه غريبه جدا، تجدهم بيشوهوا النادي الاهلي، وعندما يتحدثون في السياسه هم يشوهون وجه مصر. هم سبحان الله، وكانهم قرروا الا يتركوا شيئا جميلا، هم اعداء الجمال، فاحذروهم.